Thank you, Arthur. أكيد ابو فهد افتكينا خلصوا خلصوا اختبارات وردينا لكم بعد انقطاع تقريبا شهر كامل ما سجلت فيه يمكن الا حلقه او حلقتين كنت فيهم بروحي الحين خلصنا الاختبارات وللامانه احنا ما خلصنا عدل لان بنص الامتحانات حاشتنا اعتقد كورونا صح؟ كان في الونزة بس ما هي في الونزة العاديه احنا ما سوينا فحص الكورونا لكن للامانه احنا كنا نعاني من شيء غريب عجيب اول مره نحس فيه بحياتنا والحمد لله عدت على خير عدل إيه؟ الحمد لله ربي ربي لك الحمد سواء كانت كورونا ولا غيرها ويعني ربي لك الحمد ربي لك الحمد للاسف لان فهد للحين شوي تعبان صدره عسى الله يشفيه ويشفي يشفي جميع المسلمين مرضى المسلمين ففهد راح يودع هذه الحلقه ان شاء الله يكون باكر احسن اذا يسجل ويانا يعني الحلقه الثانيه زين بشكور فهد اعطيتنا تقييمك وراح نكمل انا مع الجعده بروحنا قاعد يخزني واخزه ما يندرج شنو ممكن يصير يا اف اطراق ينط علي الله كريم مشكور فهد بقول شيء ايه شنو تقول؟ كتبوا لي بالكومنت رايكم في تقييمي حلو هو التقييم مو انت بروحك انا مو حاط تقييم احد بروحه حاطين ارقام بس انه يعني مو مفصل انا وايد هالارقام ترى هي عبارة عن أرقام غير مفصلة ها في أوراق ثانية هي الأساس راح أشرح لكم بعد شوي مشكور يبا يلا توكل على الله مع السلامة نقطة مهمة قبل ما ندش في التقييم أو قبل ما نشرح طريقة التقييم راح يكون أو راح تكون المسابقات عبارة عن ثلاث حلقات كل حلقة من فصلة عن الحلقة الثانية الحلقة الأولى راح نختار أفضل لعبة في تصنيف أفضل لعبة رياضية وتصنيف افضل لعبه عائليه اليوم اللي بعده راح ننزل حلقه في اختيار افضل لعبه شوتينج او تصويب وافضل لعبه قصه او دراما واليوم الاخير اللي هو الثالث راح ننزل حلقه افضل لعبه في السنه بشكل كامل صح فكذي يكون غطينا الخمس تصنيفات بثلاث حلقات خفاف ضراف نقدر نطلع الفايزين نعرض الفايزين ويانا في اليوتيوب وبنفس الوقت نعرض شغلنا اللي هو الجداول بشكل سلس وبسيط ونشرحها شكرا الحين ننطلق مع شنو مع تقييم لا مع شرح التقييم يا فهد من غير شر الحين انا مع الجعده يخزني واخزه في في فيك؟ تكلم ليش ساكت؟ فيك ضحكه انزين آه للامانه لازم نشرح لكم التقييم عشان على اساس تكونون على بينه لما تشوفون الجداول تعرفون شلون طريقه تقييم الالعاب واخترنا الالعاب وصنفناها. في البدايه اعتمدنا في تقييمنا على <applause> عفوا على آه اذا تذكرون حلقه باتل فيلد وكول اوف ديوتي صح؟ قيمنا فيها الالعاب بطريقه مختلفه اذا اذا شفتوها او اللي ما شافها هي عباره عن انت تملك في ايدك مثلا عشر درجات وعندك ثلاث ألعاب أو أربع ألعاب فتقسم هذه العشرة عليهم ما تقيم اللعبة كل لعبة بروحهم لا أنت هني قاعد فاضل بين... بين الألعاب فاللعبة اللي راح تاخذ درجة نازلة مو معناتها إيه هي لعبة سيئة لا لكن في ألعاب أحسن منها أخذت أكثر من هذه العشر درجات أو هذه العشرين درجة واضحة الفكرة عندك عشرة تقسمها على الثلاثة تقسمها على الأربعة من حيث الأفضل مو كل لعبه تقيمها بدرجات بروحها، كذي ما راح نوصل لحل. لما نحدد الدرجات ونقسمها على الكل راح نقدر نطلع افضل لعبه بشكل سهل. المشكله الثانيه شنو؟ ان احنا عددنا اصلا ثلاثه. فتقييمي غير تقييم خليفه وغير تقييم منو؟ فهد. فلازم نسوي عمليه حسابيه هي استخراج المتوسط الحسابي عن طريق جمع الثلاث تقايم في لنا يعني تقييم مثلا مثلا على سبيل المثال خليفة عطى لعبة 60 أنا عطيتها 50 فهد عطاها 40 نجمعهم ونقسمهم على ثلاثة يطلع لي المتوسط الحسابي وهكذا في جميع الألعاب بحيث يطلع, يطلع لنا متوسط حسابي مزيف في التقييم لجميع الألعاب وتبين اللعبة الأفضل بيننا كلنا من حيث جمع الآراء عرفت وهذه ترى تعتبر دقيقة جدا مو بس في الحساب حتى في استخراج الاهداف العسكرية يطبقون هذا الشيء. الفكرة انزين آه، يعني ان هذه الطريقة مجدية وممتازة ونقدر نوصل فيها لافضل لافضل تقييم ممكن نقيم فيه اي لعبة. خليفة يبقى الحين عندنا شنو؟ تصنيف افضل لعبة رياضية، قبل ما يطلع الجدول عند المتابعين اللي قاعد يشوفوننا الجدول في تحت زين كلام شرح طريقة التقييم. طريقة التقييم هي عبارة عن حلو حبيبي. طريقة التقييم هي عبارة عن النقاوة والوضوح والرسوم من 25 درجة، الشخصيات والتحكم من 25 درجة، والأطوار من 25 درجة، والتنافسية من 25 درجة، هذا بالنسبة للألعاب الرياضية. انت مثل ما قلنا من كل واحد فينا كان زين عنده تقييمه الخاص وجدوله الخاص. اللي قاعد تشوفونه الحين عندكم هو نتائج التقييم، توزيع كل واحد فينا زين على الالعاب الخاصه بتصنيف الالعاب الرياضيه. نشوف في الجدول عندنا اول خانه فهد، فهد عطى 19 درجه من ال 100 درجه اللي عنده للعبه فيفا وعطى 42 درجه للعبه <applause> فورزا هورايزن وعطى 23 درجة للعبة ام بي اي 22 وعطى 16 حق لعبة رايدر ريبوبليك فكان توزيع ال 100 درجة مالت فهد على هذه الالعاب بناء على ال 25 درجة حق كل محور هو قيمه خليفة شنو قيم؟ قيم عطى لعبة فيفا 33 عطى لعبة فورزا 23 عطى لعبة ان بي اي 2k22 14 وعطى رايدر ريبوبليك 30 اما انا فعطيت اللي هو ابو فهد مكتوب عندكم اعطيت 30 حق الفيفا وعطيت فورزا 37.5 وعطيت ان بي اي 2k22 27.5 وعطيت رايدر ريبوبليك 5 من زين شلون كانت طريقه التقييم؟ لما نجمع الفيفا كلنا نجمعها مع بعض فهد عطى 19 زائد 33 مالت خليفه زائد 30 مالتي هذه كلها بالفيفا نجمعهم مع بعض ونقسمهم على ثلاثه راح يعطينا 27.3 زين متوسط حسابي بالنسبه للتقييم ففيفا اخذت 27 متوسط حسابي .3 فورزا اخذت 34.1 متوسط حسابي ان بي اي اخذت 21.5 المتوسط الحسابي وعندنا رايدر ريبوبليك اخذت 17 وبشذي تكون لعبة فورزا هي أفضل لعبة رياضية في سنة 2021 ألف مبروك والفايز ويانا طبعا سحبنا احنا عقب ما وقفنا المشاركات في التويتر الفايز ويانا اختنا خوخة راح نحط لكم حسابها اللي تشوفونه فوق عندكم إحني. مبروك انزين وهذه صراحة اجتهاد من عندنا كثر ما نقدر نكون في عدل وفي مساواة بحيث ان نوصل حق الدرجه الافضل ونقيم الالعاب بشكل يعني الكل يكون راضي عنه طبعا مثل مثل ما قلنا كان التوزيع بناء على اربع محاور والجدول اللي قاعد تشوفونه هذه نتيجه توزيعنا في الاساس الجداول الاخرى انزين اذا تبون نعرضها لكم بتويتر ممكن اذا حابين اما هني هذه الخلاصه والمتوسط الحسابي نروح الحين خليفه حق وين نروح حق نروح حق التصنيف الثاني في حلقه اليوم تصنيف افضل لعبه عائليه في سنه 2021 يلا ننطلق فيها ونشوف من شنو هي افضل لعبه عائليه من زين في العاب 2021 خليفه حبيبي الحين عندنا شنو تصنيف افضل لعبه عائليه الالعاب المرشحه هي ات ستيك 2 كينا وسايكونات 2 وسولار اش وفول جايز تشابتر 6 او سيزون 6 انزين <applause> الالعاب كان بينها تنافس شديد انزين أه الحين راح يطلع لكم الجدول أه قبل ما يطلع الجدول خلينا نقول التس... خلينا نقول تقييمنا كان أسا... على على اساس كم محور اولا النقاوة من 20 درجة التحكم من 20 درجة الشخصيات من 20 درجة القصة او الاطوار من 20 درجة والجو العائلي من 20 درجة حطينا هنا الجو العائلي لانه يعني الجو العائلي لما تشارك اولادك الام والابو يشاركون عيالهم او تقعد فجاه تلعب مع عيالك تعطيك جو يعني خلينا نقول خاص في اللعبة ما يوجد في اي لعبه ثانيه. فهذه النقطه اضافه من عندنا في المحاور على اساس فعلا يكون اختيارنا سليم عن طريق تجربتنا لهذه الالعاب. الجدول ظهر الحين عندكم راح نشوف فهد شنو عطى الالعاب. فهد عطى الالعاب عندنا اه 28 انزين أه طبعا هذا من حاصل 100 درجه العاب شنو خذت؟ انزين عندنا خمس العاب ففهد خذت لعبه ستيك 2 28 وعطى كينا أه 19 وسايكونت عطاها 11 وسولار اش عطاها ثلاثه وفول جايز عطاها 36 انزين خليفه عطى لعبه ستيك 2 38 عطى لعبه كينا 16 عطى لعبه سايكونت 20 عطى سولار اش 9 عطى فول جايز 27 انا بالنسبه لي اعطيت ستيك 2 33 كينا 15 سايكونت 16 سولار اش 5 فول جايز اعطيناها او انا اعطيتها 31 الحين نروح اخر خانه اللي هي المجموع يكون عندنا من الاسفل فول جايز حصلت على 31.3 سولار اش حصلت على 5.6 سايكونت حصلت على 15.6 عندنا كينا حصلت على 16.6 واخيرا اتستيك 2 خذت 33 الف مبروك حق لعبه اتستيك 2 خذت لعبه السنه كافضل لعبه عائليه في سنه 2021 للامانه اللعبه جدا ممتازه حلوه تعاونيه ممكن تتابعها كرسوم متحركه عيالك يلعبون وانت تطالع زين آه هذا ما يعني نقطه مهمه ما يعني ان الالعاب الثانيه سيئه لكن لما تكون بيدك مجموع معين من النقاط انت مضطر مضطر شو تسوي تقسم بينهم حسب العدل صحيح ولا لا صح. ما عندك 20 درجه تعطي كل واحد 20 عندك 20 بتوزعها على هالخمس العاب ففي العاب صراحه تستاهل درجه عاليه وفي العاب لا وللامانه ستيك تو لعبه ممتازه حصلت 33 وكانت منافستها وبشدة لعبه فول جايز سيزون 6 لعبة ممتازة جدا وهم عائلية لكن اتس تو لعبة مميزة وتستاهل تكون لعبة السنة كأفضل لعبة عائلية وانصح فيها أن تلعبون عيالكم فيها لأن لعبة حلوة وونيسة وتنمي روح التعاون بينهم واللي فاز معانا في هذه اللعبة زين آه هو آه حاط صورة ضفدع ونقطة هو ال او ال واحد اثنين ثلاثة تسعة ثلاثة ستة اثنين ستة نشوف حسابه فوق عندنا هني بالشاشة فاز ويانا بمية ريال سعودي لان اختار هذه اللعبه تكون افضل لعبه عقب ما سوينا السحب هو اللي فاز الف مبروك وبكذي نكون خلصنا ثاني حلقه عفوا اول حلقه من حلقات تق اختيار افضل العاب في سنه 2021 سامحونا اصواتنا شويه تعبانه ويلا يلا, يلا قاعد نسجل وان شاء الله تكون تعجبكم هذه الحلقه نطرونا في الحلقه الجايه اللي راح يكون فيها تصنيف الشوتينج وتصنيف افضل لعبه من حيث القصه انزين وراح نعرض فيها هم عندنا الفايزين معانا في المسابقات هنا نكون خلصنا كل شيء ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذه الحلقه وعجبتكم نتائجها لا تنسون الدعم باللايك والشير والسبسكرايب نشوفكم على خير وثمان الله نطرونا في الجزء الثاني من مسابقه افضل العافيه سنه 2021 Thank you, Arthur.